لا تمام دكتورة ظهرت. في دكتورة موجودة. يعني راح نحكي على الكروماتوغرافي. أنا شويه شرحت لكم، قلت لكم يمكن ها يوم الاحد اللي الجروب الاخير اللي اجاني معناها اني اريد هسه هذه الماده اللي سويت لها الاكستراكت اريد اخذها اسوي لها ديتكشن، فاريد وحده من الطرق اللي توصلني للماده الاساسيه اللي اريد افصلها. وحده من هذه الطرق يسموها عمليه التفريق اللوني. شو يعتمدون بعمليه التفريق اللوني؟ التعريف مالتها كروماتوغرافي means color writing. It's used in many scientific fields, used in many subjects and applied in all analytical fields. Definition مالتها كروماتوغرافي is a method of analysis and separation technique of organic or inorganic compound. It is used for large and small quantities. So it's used quantitatively and quantitatively and proved to be more effective from the other means of separation and identification. الكلمتين اللي اريد تركزون عليها هي اولا عملية فصل، ثانيا هي عملية فصل بتغير اللون، ثالثا هي عملية كمية وتشخيصية quantitative and qualitative. الكوانتيتيف معناها اني راح افصل كميا، يعني راح احدد مالتي الاكتف كونستيتوانت وفق برسنتج نسبه وزنيه هالقد من الجرام، اني اقدر افصل هالقد كوانتيتي، هذا معناها الكوانتيتيف. الكواليتيتيف معناها اني اعرف شنو الماده، يعني كميا ونوعيا اني راح اعرف بهالطريقه اقدر افصل مالتي الماده دا ادور عليها بالبلانت بعد ما سويت لها اكستراكشن، اقدر افصلها بوحده من هاي الطرق اللي هي الكروماتوغرافي باستخدام لسه تكنيك راح ناخذه، افصلها within الكوانتيتي اند كواليتي. لهنا واضح طلاب؟ احد يجاوبني لطفا؟ دكتوره بس عيد الكواليتي. الكوانتيتي يعني كمية، الكواليتيتيف معناها أني من أريد أفصل راح أقدر أحدد مالتي. مثلا أنا عندي حزمة من المواد الكيميائية، مثلا عندي بيورين، عندي سينوسايد، عندي كومارين، طالعت لي فد مجموعة من الكيميكال كومبوننتس، من أجي أستخدم هذه الطريقة هاي اللي هي الكروماتوغرافي أو الكروماتوغرافي يسموها، اقدر افصل نوعيتها، يعني اعرف احدد هاي الحزمه هي بس بيورين، هاي الحزمه هي بس سابونين، هاي تانين، هذه مثلا الكلويدز، هذه يسموها كواليتيتيف. كوانتيتيتيف تجي معناها هاي ازلتها اعرف ايش قد كميتها، مثلا 1.00 مثلا ملي جرام، 0.002 ملي جرام، معناها دا افصل كميه ونوعيه. وضحت الصوره ماما؟ نعم دكتور. زين. ال separation of mixture of compound in chromatography its compound it is compounds depend on the action of two force. هذا الحكي اللي حكيته هسه اللي قلت هو تفريق لوني شلون راح يصير عندي؟ في الطريقه وتكنيك كلش حلو وبسيط. تذكرون مش شرحت لكم قلت لكم هم سخروا القوى الفيزيائيه من غيره والدايركشن وغيره والاقطار مالت الفلو من الجلافنجر، مش شرحت لكم اياها، قلت لكم دا تشوفون تغير الاقطار، هذه هاي كلها على مود يزيدون من كفاءه الاستخلاص. هذه الخواص الفيزيكال بروبرتيز بداوا يستغلوها از كيميكال حتى يعني شلون اسهل عمليه الفصل وفق هذه الطرق الفيزياوية. اكتشفوا في الطريقة اسمها الكروماتوغرافي اللي هي شنية، قلنا احنا راح نفصل كميا ونوعيا، حتى افصل سوونا في الجزئين سووه اسمه الموبايل فيس والستيشنري فيس. الموبايل فيس اللي هو الطور المتحرك والستيشنري فيس هو الطور الثابت. اجي اني اخذ مادتي المادة
اريد اغير له يعني افصلها. يعني حرت جبت مادتي استخلصت الماده وقعدت اريد اطلع الحزم مالتها شلون؟ عندنا اكثر من طريقه تعتمد بالاساس كل الطرق اللي راح احكيها الثين لاير البيبر الاسندنج الديسندنج البريبريتيف كلها هي عباره عن اثنين باراميترز تسيطر عليها هي الموبايل فورس والستيشنري الموبايل فورس والستيشنري او ريتارديشن فورس. شنو معنى موبايل فيس؟ اني ماتي الموبايل فيس هنا راح نحضر تحضير كيميكال اللي هو عباره عن تذكرون السيستم اللي قلت لكم عليه سيستم ماي سوليفنت. هذا السيستم اللي هو هنا أنا راح يصير يسموه الموبايل فيس، يعني معناها اني راح استخدم ماده مذيبه يسموها موبايل فيس. هذا الموبايل فيس اور الموبايل سوري الموبايل فورس القوة المحركه تشتمل على خليط من الايثانول ووتر هيكزين ووتر كلوروفورم ايثانول ووتر. معناها اسوي لي في السيستم معين يسموه هي القوة المتحركة، القوة المتحركة اللي يسموها الموبايل فورس. الموبايل فورس على أي أساس بنيت؟ بنيت على تغيير البولاريتي، البولارية اللي أنا ألعب بيها أحركها. من قلت لكم أنا عندي مرات مركبات أريد أطلعها من النبات بولاريتها مثلا هاي بولاريتي، فلازم اجيب لها وسط يشتغل مثلها اللي هاي القاعده مالتكم لايك ديزولف لايك شيء يشبه الشيء. انه اني مالتي الكومبوننت اللي اريد اطلعها من النبته هي هاي بولر، فراح اجيب لها فد وسط يحركها ويخليها يسحبها بس بولاريته اعلى. هذا اللي دا احكي بيه اللي يسموه هو الموبايل فورس. مرات يسموه مو موبايل فورس، راح نشوفه فد شويه، راح يسموه الاليويشن اللي هو الغاسل، مرات يسموه السوليفنت. ثلاثه نفس التسميه هي تدخل من هاي النقطه اللي هي الموبايل فورس. الباور الثابت اللي هو ستيشنري فورس اور ريتارديشن فورس شنو معناه؟ هسه انا دا احكي على شغلتين بعدنا ما داخلين، هي هاي اساسيات هاي كونسبت عندي. ثوابت في عملية الفصل الكروموتوغرافي، عندي موبايل فيس اللي أنا حضرته within polarity معينة، وعندي الستيشنري فيس. شنو هو الستيشنري فيس؟ أور الستيشنري فورس، أنا دائما أقول فيس لأن هو سطح عندي، المهم فهو الستيشنري فورس that will try to keep component in its place depending on many factors. قبل لا اكمل التو كونسبتس اللي عندي اللي هي الموبايل فورس والستيشنري فورس، انا راح شويه اعبر نقطه حتى تفهمون انا ليش دا احكي بالستيشنري وليش دا احكي بالموبايل. اذا اخذت اول تكنيك مالتي اللي هو يسموه البيبر كروموتوغرافي، عندي فشي مثل الفلتر بيبر اللي شفتوه بالفيديو، وعندي الاكستراكت مالتي. هذا الفلتر بيبر اور الثين لاير مصنع من ماده دائما هي سيليكا جل، دائما بالثين لاير الماده المصنعه يسموها سيليكا جل، يصنعوها وذن قطر معين، يختلف من الثين لاير ويختلف بالبريبراتيف لاير. خلينا نشوف البريباراتيف على اعتبار احنا هسه ما ناخذه، راح ناخذ فقط الثين لاير اللي هي تي ال سي. هذه التي ال سي اور اعوف التي ال سي راح اخذ البيبر كروموتوغرافي. هذا البيبر اللي شفتوه بالفيديو هذا يسموه ستيشنري اللي هو القوه الثابته او الوسط الثابت. ايش حسوي بيه؟ حجيب مالتي الاكستراكت اللي اخذته اللي طلعته ورا ما قلت لكم سوينا له روتري ايفابوريشن، اخذت من عنده نقطه، واجي وين احط النقطه؟ اجي احطها على بعد 1 سنتيمتر من السنتر
بهذا الـ على هذا البيبر. مالتي الموبايل فورس اللي هو السوليفنت راح احطه من السنتر. اكو فشي اسمه مثل الويك يخلوه بنص الفلتر بيبر. ايش راح يصير عندي؟ هسه اجي احكي على الخواص الفيزيائيه. حاليا كل تفاعل كيميائي ما عندي، اني دا اعتمد على تفريق لوني، كل شيء ما عندي. اذا صار عندي تفاعل كيميائي خربت الوضعيه كلها. اني دا احكي هسه خواص فيزيكال. خليت مالتي النقطه اللي هي جبتها من الاكستراكت ورا ما عرفت اني فلترتها وطيرت السوليفنت من عندها واخذت من عندها نقطه، وجيت خليت هذه النقطه على التي ال سي مالتي اور البيبر اللي دا اسوي عليها تفريق لوني، وجبت مالتي السوليفنت وخليتها بالنص. ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي بنتريشن لهذا السوليفنت وفق خاصيه كلش سهله ماخذيها بالمتوسطه يسموها الخاصيه الشعريه. الخاصية الشعرية راح تبدي يتحرك السوليفنت اللي اني سويته وذن بولاري معين. السوليفنت مالتي اني مختار البولارية مالتي، اعرف البولارية مالته كلش عالية، لا والله هي من 10 الى 20، لا هي هو نون بولار. راح يبدي يتحرك وين هذا السوليفنت اور اليويشن الغسل اللي راح يصير عندي، راح يبدي يتخلخل هاي الطبقة او البيبر اللي اني خالة عليه النقطة مالتي اللي قعدت بالضبط على السطح نوت without any chemical reaction وقعدت على السطح with physical properties. هاي النقطة مالتي تشلبت بالسطح لان هي بولر والورقة بولر فقعدت على السطح. اذا ورقتي مو بولر راح توقع ما راح تستمر، ويا اول موجة من السوليفنت راح تتفلش وتروح ما راح تبقى مشلبة. راح يجي السوليفنت صار بي بنتريشن وصل للنقطة. هاي النقطة مع السوليفنت راح تسوي بوندينج، فيزيكال بوندينج، تبدي ترتبط كل وحدة ويا. طبعا انا ماخذة حزمة من الاكستراكت، يعني بعدني أنا بعدني ما أعرف شنو بها هاي الحزمة اللي أخذتها، أشكال كومبوننت بها إكستراكت. من أخذنا الإكستراكت قلنا هو طلع خليط، هو ما طلع مادة واحدة، مثلا 100 مادة عندي، مثلا إجا السوليفنت أخذ وياه بدا يشكل كل واحد وذن البولاريتي مالته، اللي بولاريتي عالي أخذ وياه البولاريتي أول وحدة الناصية، فصل طلع لي لون، ورا شوية لا أشوف فوق هذا اللون طلع لي لون ثاني. لا والله ثالث. هاي الالوان اللي تبدي تطلع لي وتتصفط هذا يسموه عزل كروماتوغرافي، انعزل بسبب وجود موبايل فورس وعندي ستيشنري فورس اللي كانت قاعده عليه النقطه. واضح طلاب؟ التكنيك واضح؟ محمد؟ صراحه تاثرت شويه طلاب، صوتي واضح؟ طلاب احد يجاوبني، افتهمتوا اللي شرحته؟ تمام، الكل افتهم؟ ايش دا يصير عندي؟ يعني اني راح ابدي اعزل مالتي الاكستراكت بهالخاصيه اللي هي موبايل فورس وستيشنري فورس. يعني العزل الكروماتوغرافي يعتمد على نقطتين اساسيه. اذا سالتوا باكر شو تقولوا لي؟ تقولوا لي ست احنا النقطتين المسيطره على الموضوع هي عندي لازم ستيشنري فورس ولازم عندي موبايل فورس حتى اقدر افصل. شلون بدنا نفصل؟ تقولوا لي ست السوليفنت مالتي اني صنعته بولاريه معينه تلاعبت به، مثلا خليت ايثانول كلوروفورم ووتر اور كلوروفورم ووتر، تلاعبت بالبولاريه حتى ايش اسوي؟ احرك هاي النقطه اللي خليتها على الثن لاير اور على البيبر، اتلاعب بالبولاري على اساس حتى اخلي هاي المركبات كل وحده ترتبط بهالسوليفنت ضمن بولاريتها المحدده. يعني اول محلول
بولاريته عالية يشكل وياه أول موجة سوليفنت وصلت له. لا والله البطيء مالته البولاريته أقل راح يشكل بعدين، وتبدي تتدرج كل وحدة حسب بولاريتها، هذا التدرج راح يطلع لي شكل ألوان موجودة على الورقة. هاي الألوان والحزم اللي أشوفها هي عبارة عن مركبات فصلت، يعني قدرت أفصلها لونياً، أنا ما خليت لها تفاعل نهائياً، ما تفاعلت. هي إذا تتفاعل ويا الحامض أو الخليط يفشل النموذج. أنا استغليت خاصية الامتزاز السطحي أو البوندينج، الفيزيكال بوندينج اللي يصير على السطح حتى تتشكل عندي هذه التفريقات اللونية. هذا الدا أحكي يعتمد على ثلاث باراميترز محددة لكفاءة الفصل، يعتمد على solubility in mobile phase، ويعتمد على adsorption اللي يصير عندي قابلية السطح على امتزاز هذه المادة، وعندي على الايونيك فورس. ثلاثتها هي ليست تفاعل، هي ذوبانية فقط. اثنين adsorption هو امتزاز وليس امتصاص. الامتزاز هو عملية تكون bonding سطحي وقتي. الايونيك فورس هي الكهربائية الموجودة أو اللي دا تجيني من الايونات الموجودة أو الشحنات. ثلاثة هن متفاعل. هذن الثلاث باراميترز هي المسيطرة على أي فصل لوني. واضح طلاب؟ طلاب أحد يجاوبني؟ نعم دكتورة واضح. الحمد لله. البقية طلاب؟ احنا ايش بدنا نسوي؟ احد يجاوب. هسه احنا ايش بدنا نفصل؟ بيا طريقه الموبايل وال نعم اللي هي شو اسمها الطريقه؟ كروماتوغرافي، فصل لوني. الفصل اللوني او التفريق اللوني، صار عندي تفاعل ما صار تفاعل. انا اعتمدت على استخدام موبايل فورس وستيشنري فورس حتى افصل. هاي الستيشنري والموبايل فورس تعتمد على ثلاث باراميترات اللي هي adsorption, ionic force والsolubility. مال منو solubility؟ ذوبانية منو؟ موبايل فورس. ذوبانية المادة مالتي اللي اريد استخلصها، سوري اللي اريد افصلها بالمذيب، بالسوليفنت، مرات يسموه الاليوانت، الغاسل، نفس التسمية. زين. There are several important terms in... انت هسه كطالب اكو فد مرات من تبدي تقرا بالكتب راح تشوف مصطلحات المفروض تعرفها. الستيشنري فيس اللي كنا نحكي عليه اللي قلنا قبل شوي هو ستيشنري فورس. Also called column, adsorbent bed, adsorbent opposing force and retardation force. كل هذني التسميات هي نفسها للستيشنري فورس او ستيشنري فيس. هذه مصطلحات بسيستم الكروماتوغرافي. اكو فد وحده كاتب عليها ريتارديشن فورس، معناها ممانعه، ممانعه ال تصير عندي ممانعه لهذه النقطه اللي انا خليتها من المستخلص مالتي، ما راح تنطلق بالعجل وتروح تنتشر. اكو عندي فد شيء اسمه ريتارديشن، كل مادة لها ممانعة معينة فيزيكال، ما ممكن تصعد رأسا ولا تكون بوندينج على السطح، مرات تكون وما تخليها ما تهدها، تصير القوة ريتارديشن فورس عالية، فتشوفون النقطة ما تتحرك بالعجل إلا أغير البولاريتي. هاي يسموها ريتارديشن فورس أو اللي وين كلها موجودة؟ موجودة على الثين لاير اللي هي البيبر اللي احنا حطينا عليها مالتنا الاكستراكت. الموبايل فيس قلنا يسموه اليوانت، اليفنت اور سوليفنت. بصراحه نعرف السوليفنت والاليوانت اللي هو الغاسل. كل هالمنظومه يسموها كروماتوغرافي سيستم اللي تتضمن شنو؟ تتضمن الستيشنري وتتضمن الموبايل.
الديفلوبينج معناها القوة اللي راح تنشأ means separating mechanism additional mobile phase that cause separation. الديفلوبينج اللي هي القوة أو عملية الفصل شلون راح تكون بإضافة الموبايل فيس فيسموها الديفلوبينج فورس مرات. الجراموتاغرام الريزلت بالسيبريشن بروسيجر هاي آخر شيء من نشوف الألوان تطلع معناها صار عندي سيبريشن. يعني هاي مو كلش مهمة السلايد several important terms. المهم أنتم تعرفون الـ stationary والـ mobile force. زين عملية الفصل اللي قلنا عليها تكون عندنا two types of chromatography يا أما according to the mobile phase or according to the mechanism of separation. إحنا قلنا عندي mobile phase or mobile force وعندي stationary. عملية الفصل اللي راح تصير عندي بيها different type أما يعتمد على according to mobile phase باعتمادي على الثور المتحرك اللي عندي يكون أما liquid or gas هذا يسموه according to mobile طبعا ال liquid chromatography وعندي غاز كروماتوغرافي. الليكويد كروماتوغرافي راح ناخذه بصف خامس ان شاء الله اللي هو الاتش بي ال سي. نستخدم وسط سائل ويشبه مالتنا طريقه بس شويه بجهاز متطور اور مرات نستخدم غاز كروماتوغرافي بس التقنيه والتكنيك نفسه. اني استخدم بولاريه معينه ولازم عندي سطح قاعده عليه ماتي النقطه اللي جبتها من الاكستراكت يلا اقدر افصل لونيا. هذا السيستم والبرنسبل ثابت سواء كان ليكويد او غاز. اذا مو معتمدين على according to mobile phase لا راح نعتمد according to mechanism of separation. شنو mechanism of separation؟ احتمال نستخدم عملية الامتزاز. عندنا في شيء اسمه البارتيشن. عندنا ايون اكسشينج. عندنا جل فلتريشن. عندنا affinity chromatography وعندنا الكتروفريسز سوري. هذني الست ميكانيزم اوف سيبريشن هي نفس المبدا نفس المبدا. اني دا يصير عندي فرق بالبولاريه ودا يصير عندي بوندنج على السطح بس كل مره استخدم في التقنيه معينه. مثلا عندي الايون اكسشينج كروماتوغرافي يستخدموه يسوون مبادلات ايونيه. هذا هاي بعمليات تنقية المي دائما يستخدمون الايون اكسشينج. والبقية الاجزاء ترى كل وحدة لها مكان تشتغل به. يعني اني عندي هسه عملية الكروماتوغرافي حتى اعرف شلون راح تشتغل within two different types. أما معتمدة على according to mobile phase or according to the mechanism of separation. الزين اللي قبل شوي حكيت عليها paper chromatography اللي هي هذه ascending development descending والhorizontal اللي شرحتها دكتورة اللي هي الهوريزونتال. هذا السلايد اللي تشوفه طبعا هاي كلها تقنيات قديمه احنا هسه حاليا ما نستخدمها الاسندنج ولا الديسندنج. الاسندنج اللي تشوفوها اجيب البيبر مالتي واضح قدامكم السلايد طلاب راح احكي على الاسندنج ديفلوبمنت. مالتي البيبر راح طبعا عندي هذا دا تشوفوا المربع هذا يسموه جار. In this technique the paper is suspended vertically with about 1 إلى 2 سنتيمتر above the surface of the solvent to prevent diffusion of the sample. That معان هذه الاسندنج والديسندنج هي بدايات الصورتين هذه هي بدايات للثين لاير. هي نفس التكنيك مال الثين لاير. إذا كانت descending or ascending
احنا الثانية ذين الطريقتين تشبهها راح نشتغل بها بس راح نشتغل ثين لاير. In this technique, the solvent adding in the top of the tank and the filtrate paper is folded into U-shape and the developing is down. الاسندنج والديسندنج احنا ما حنشتغلها بس اريدكم تعرفون الطريقة مالتها. يجيب البيبر مالتي اللي هي سيليكا جل مطلية ويحط السبوتات. طبعا هذه احنا اللي هنا بعدنا ما واصلين سيليكا جل هذا البيبر، ده ياخذ البيبر الاول وحده اللي اخذناها اللي هي فد شيء مثل هذه in the techniques of in the horizontal paper. ويخلي مالته النقطه مالت الاكستراكت، يخلي السوليفنت بالاسفل ويبدي ينتظر يصير penetration مالت السوليفنت وتبدي النقاط تتفرق لونيا. الديسندنج بالعكس يخلي مالته، طبعا هي ما واضحه بالرسم هنا، يخليها بالعكس على يوتيوب شكل يو شيب، وراح يدير الحامض من فوق عكس الاسندنج. الاسندنج من جوا اور السوليفنت. الطريقتين ذني اني يعني ما راح اركز عليها بس تباعوها للاطلاع، لان احنا اهم شيء عندنا البيبر والثين لاير اللي هي هيانها البيبر اللي شرحتها تهاني. زين اكو عندي فد دتماعون الثين لاير اللي هي هوريزونتال ديفلوبمنت. In this technique, the sample spotted around the center of horizontal filter paper with this insert the wick in the center, the solvent move and separate the sample along the radial path. تلاحظون طلاب هذه الفلتر بيبر، طبعا هاي بالضبط شرحتها دكتورة تهاني موجودة بالفيديو، فما راح أعيدها لأنه موجودة بفيديو مشروحة كاملة. عندي مهم تعرفون شنو الريتارديشن فاكتور. هسه اني المهم البرنسبل مال الكروماتوغرافي عرفتوه، الموبايل فورس والستيشنري فورس كلش مهمه عندي تعرفوها. الموبايل فورس اور الاليوانت اور السوليفنت هو خليط يعتمد على البولاريه. عمليه الفصل اللي تصير عندي هي عمليه فصل فيزيكال. الطرق اللي عندي هي البيبر، وعندي اما تكون ascending or descending or horizontal or two dimensional development. زين هسه انا جبت النقطة مالتي وخليتها هنا وطلعت لي حزمة من الالوان. زين شلون اعرف هذا اللون مالتي هالماده الفلانيه؟ شلون اعرف؟ اني هسه انفصلت الالوان، زين غير اعرف هاي الماده شنو؟ اكو detection methods in paper chromatography. يا اما اجيب chemical components واعامل السطح مالت هذا اللي تشوفوه هاي النقط اللي طالعت لي اضيف عليها مواد كيميكال. طبعا انا يعني دارسه اعرف انه هاي الماده الفلانيه احتمال تتفاعل اللي انا ادور عليها، مثلا عندي بالسنه مكي اروح اجيب مثلا اثيل اسيتيت واحطه على البيبر، اعرف انه الاثيل اسيتيت راح يتفاعل ويا مركبات السنوسايد مالت السنه مكي على سبيل المثال، يعني حيغير لي اللون. والله شفت اللون تبدل وحده من هاي النقاط اخذت اللون، معناها اني ماتي سينوسايد هاي يعني النقطة لقيتها، معناها المركب انفصل، لقيت المركب الفلاني. chemical detection by using chemical reagent. شفت انه هاي ما تفيد الطريقة مرات الكيميكال تتلف لي النقطة. اكو فشي اسمه physical detection by using UV light. الفيزيكال ديتكشن هذا راح نستخدمه بكثره وكل المركبات تقريبا الا كم وحده ويا الثين لاير ويا التي ال سي اللي احنا معتمديها بصف ثالث. باشر ان شاء الله تشوفوها
نحط ثين لاير ونفتح اليوفي. يعني انا عندي طريقتين للديتكشن، طريقه كيميكال ري ايجنت وطريقه يسموها فيزيكال ديتكشن. طبعا هاي ورا ما انفصلت النقطه لونيا، جيت اريد اعرف هاي النقط اللي انفصلت وتصفطت كل وحده على بولاريتها بالورقه وطلعت خضراء وحمراء وصفراء، غير اعرف شنو هاي المواد، غير اعرف مكوناتها، اروح اجيب يا اما كواشف كيميائيه يا اما اسوي لها فيزيكال ديتكشن اللي هو اليو في لايت. مرات بعض الاحيان يستخدمون راديو اكتيف ميثود، ومرات يستخدمون بيولوجيكال ميثود. الطريقتين احنا ما نستخدمها بس للمعلومات فقط. يعني انا اللي يهمني تعرفون ورا ما كملت الفصل وطلعت الالوان لازم اشخص اعرف هاي الماده شنو، يا اما اخليها بيو في اللي هو جهاز يعتمد على الاطوال الموجيه المنعكسه بالاشعه الحمراء تحت الحمراء وتطلع لي على شكل حزم والوان كلش واضحه، او اعتمد على كواشف كيميائيه. الطريقتين يعني يسموها ديتكشن ميثود. هذا الحكي كله يمكن ينقاس ويتسجل برقم. اهم شيء عندي فشي اسمه ريتارديشن فاكتور. طبعا للاسف اليوم حتى ناقشنا صف خامس ما اعرف شنو، يعني ما جابوا اجابه صحيحه ووافيه للريتارديشن فاكتور. احنا جبنا الثين لاير مالتي اور البيبر وخليت النقطه مالتي، واجى الموبايل فورس ودفعها. زين هاي النقطه من خليتها تحركت، انا يعني خليتها اول نقطه خاله بعشره يمها النقطه بالقلم، قلم الرصاص راح تصعد. وقف مالتي السوليفنت لنقطة معينة، أوقف أحط نقطة للمكان الجديد اللي وصلت له نقطة ورا ما انفصلت بدأت تتوزع غير وصلت المكان خليت نقطة. هاي المسافة اللي مشتها النقطة من البيس من أول مكان إلى وين ما وصلت أخذها السوليفنت يسموها الريتارديشن فاكتور، اللي هو ديستنس moved by sample على distance moved by solvent. اول نقطه مالتي ايش قد تبعد وايش قد تحركت مقسوم هم يسموه retardation factor. هذا retardation factor كلش مهم، ال RF value. هو من اسمه retardation factor معناها كل مركب، كل كومبوننت، كل ماده، كل عنصر يمشي على هذه السيليكا جل الى ريتارديشن فاكتور، او على البيبر مالتي الى ريتارديشن فاكتور معين. شلون نتج عندي هذا؟ سووا لي جداول مئات كل المركبات، كل مركب او كل عنصر او كل كيميكال كومبوننت بي ار اف فاليو. اجيت اني خليت مالتي سامبل الانون ورحت حسبت ايش قد مشت النقطة على المسافة الكلية، طلع عندي الـ RF مثلا 0.02. هذا ما اعرفه شنو هو، اروح ادور بالشارتات والجداول هاي الـ 0.02 مال من، اقدر اكتشف انه المادة الفلانية مادتي قريبة من هالمادة باعتمادي على الـ RF. بس هم شغلي ناقص، اني من امشي النقطة مالتي على البيبر او على الثين لاير لازم امشي بصفها فتشي اسمه ستاندر حتى اقارن بيه. اني جيت خليت مالتي الاكستراكت وبديت اشتغل، زين ادري صعد، غير اقارنه ويا ماده تشبهه. اني دارسه مثلا البيورين المستخلص مالتي احتمال هذا يطلع بيورين، فاروح اجيب ستاندر بيورين واخلي نقطه يمه واشوف الاكستراكت مالتي مشى مثل الستاندر، طلعت الـ RF value قريبة من البيورين اللي طلعتها، إذا أني الفصل مالتي صحيح. واضح طلاب؟ واضح دكتور عاشتيدش. افتهمتوا طلاب؟ نعم دكتور أكيد. يعني هسه أني
من دا اريد افصل اني عندي اكستراكت هذا اللي طلعناه بالاكستراكشن واخذت من عنده سامبل هذا السامبل بماده واحده لو ماني ماني من هاي الماني غير اني اريد افصلها اني دا ادور ادا احنا صنع لي ماده غير اريد استخلص لي وحده مثلا الكومارين يدخل بادويه هوايه مثلا اليوم والله الطلاب قالوا لي اللينز اللي هو الزيوت زيت الكتان بكم ماده اريد اطلع وحده من هاي المواد اسوي من عندها تابلت او سيرم غير اعرف وين هالماده غير افصلها الكافيين مثلا عندي الكافيين من القهوه الكافيين اريد افصله اني طلع وياه حزمه من المواد حتى اقدر افصلها عندي وحده من الطرق اللي هي يسموها الكروماتوغرافي ولو تشخيصيه ولو يعني مو كوانتيتيف كواليتيف يعني راح يشخص لي الماده الفلانيه اجي اخذها واجيب ماتي هذه اللي يسموها ثل لاير اللي هي فلتر هي مو فلتر بصراحه هي فد ماده اللي هي البيبر بالبدايه سليلوزيه بها مواصفه معينه وبعدين طوروها سووها ثل لاير فخلينا نعمم حكينا على الثل لاير لانه كل شغلنا راح يصير على الثل لاير فجبنا احنا هذا الثل لاير وخلينا عليه السبوته اللي هي شنو هي السبوته هي النقطه اللي اخذتها من الاكستراكت راح تبدي وبوجود الموبايل فورس والستيشنري فورس اللي قعدت عليه راح تبدي تنفصل كل وحده على بولاريه معينه هذا الانفصال اللي راح يصير عندي راح يسيطر عليه ثلاث عوامل مهمه جدا قلناها السوليوبيليتي والايونيك فورس وبعد شنو اللخه قلناها الادزوربشن الامتزاز السطحي ثلاث عوامل مسيطره مشت النقطه خليت يمها ستاندر قارنت والله طلع عندي فد قيمه اسمها ار اف فاليو هذه الار اف فاليو اللي هي يسموها ريتارديشن فاكتور هي اللي دا ادور عليها اللي راح تنطيني مفتاح الحل راح اخذها واقارنها بجداول حتى اعرف ماتي الماده اللي فصلت موجوده ام لا. واضح طلاب؟ نعم دكتوره واضح. عندكم سؤال؟ صح الموضوع شويه مزعج. نعم دكتوره. يعني اشرح لي انه مو مثل العملي هو كل عملي هذا. يعني دا اشرح عملي نظري فما يرهم الا تشوفوا. المهم تباعوا لي الفيديو. نعم. دكتورة بالنسبة لطريقة الفصل هسه اللي فهمت انه يعني بس كواليتيتيف يعني شخصت نوعي شخصت بس فيها اكو سامبل تكون قليلة شلون انا راح اطلع كوانتيتيتيف من خلال هذا الفصل؟ ها من نريد كوانتيتيف هسه انا كلش بس عرفت انا عرفت المادة قدرت افصلها لو ما قدرت؟ قدرت عرفت النوعية عرفت هاي مثلا عندي بيورين او كومارين او كافيين عرفت زين اريد اخذ فد كميه سامبل واروح اطلعها يعني انتجه هيك قصدك مو ايه فد شيء لاخ عندنا يسموه طبعا احنا حاليا بدنا نحكي على سامبلات مختبريه فد شيء اسمه بريبريتيف تي ال سي هذاك شنو هو نفس الثن لاير اللي هي بالمايكرون اللي احنا الشيتات اللي شفتوها اللي شوفتكم يا دكتوره تهاني بالفيديو فشي هيك فويل المنيوم مطلوب ماده يسموها سيليكا جل كلش ثن يعني جزء من الملي لتر ملي مليمتر هاي الماده سيليكا جل راح نطلبيها بثكنس معين مثلا تكون نص سنتيم واضح؟ من اجي احط ماتي السبوته او النقطه اللي راح احطها راح احط كميه اكثر اذا زيدت السيليكا جل فراح اقدر من ينعزل عندي اللون راح اقدر اخذه بكميه مو قليله باكر اشوف لكم اياه فيصير عندي كوانتيتيف يعني يصير عندي ايزوليشن اقدر اعزل هسه اني هاي الطريقه ثلية اقدر اعزل ما اقدر اعزلها حباوعها انفصل بس شلته بيدي منو سألني؟ لا ما قدرت لا انا شفته انفصل على الورقه اخذته صار ملموس بيدي؟ لا لان كلش صغير هو بس انتشر لونيا هو كلش قليل
بالطريقه بالبريباراتيف تي ال سي راح نقدر نحكه وناخذه، مثلا طلعنا نص جرام نقدر نطلع، اقدر اخذ اللون اشيله بايدي واطلعها للماده اللي انفصلت، فصارت كوانتيتيف. افتهمت؟ تمام تمام دكتورة صح. اللي هي نفس المبدأ بس شوية ألعب بالتكنيك، شوية نفس المبدأ بس أقدر أحصل كمية. الطلاب بقية الطلاب الساكتين